نشرة أخبار مساء الإمارات تأتيكم من قناة ظفرة، أهلا بكم. رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مدينة العين صباح اليوم احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة 41 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثانية العسكرية في العين، وذلك بحضور عدد من سمو الشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار الضباط والقيادات الأمنية في الدولة وأولياء أمور الخريجين. المزيد في سياق التقرير التالي أعده لنا الزميل علاء اللولو. رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة 41 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، وذلك صباح اليوم. وشهد الاحتفال إلى جانب سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحمون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة وكبار الضباط والقيادات الأمنية في الدولة وأولياء أمور الخريجين. بدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو راعي الحفل إلى ميدان الكلية بالسلام الوطني، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، ثم بعد ذلك تلاوة من آيات الذكر الحكيم، بعدها مر طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري تجسدت فيه اللياقة البدنية والمهارات التدريبية والعسكرية التي تمتع بها الخريجون من شباب الوطن. ثم أدى الخريجون قسم الولاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، مقسمين بأن يحافظوا على قوانين الدولة ودستورها ويحموا حدودها وأمنها، وأن يطيعوا أوامر قادتهم في البر والبحر والجو، وأن يحافظوا على شرف سلاحهم العسكري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة برئاسة سعادة حسين جاسم النويس، ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة سيف محمد علي الهاجري نائبا للرئيس، وسالم سلطان عبيد سلطان الظهري، وليازية علي صالح الكويتي، وعلي مرشد علي مرشد المرر. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة الدكتورة روضة سعيد علي سيف السعدي مديرا عاما لمكتب اللجنة التنفيذية. في موضوع آخر، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تواصل الرئيس الأمريكي، مؤكدا أهمية تبادل وجهات النظر تجاه المشهد الإقليمي والدولي، وبحث الجانبان عددا من القضايا والمستجدات في المنطقة ورؤية البلدين حول أهم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تضع حدا للتدهور الأمني والإنساني في المنطقة. كما وأكد الجانبان حرص البلدين على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والعنف ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدول وشعوبها. كما تناول الاتصال أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أشاد بجهود مجموعة الثومبي في دولة الإمارات وما تقوم به من تنفيذ وإنشاء لمشاريع حيوية، منها مستشفى جامعة الخليج الطبية الجديد ومستشفى متخصص لطب الأسنان ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل ومركز للبحوث العلمية في منطقة الجرف في إمارة عجمان. وأضاف سموه أن هذه المشروعات الكبيرة والضخمة تعد الأولى من نوعها في المنطقة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة والمنطقة من خلال منظومة طبية متكاملة. افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم فعاليات ومعرض ومؤتمر الصحة العربي 2017 في دورته 42. ويستمر المعرض الذي يستمر 4 أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة، ويشهد مشاركته عدد كبير من المتحدثين العالميين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويشهد الحدث تقديم جلسات التدريب العلمي الجديدة التي تتيح لأكثر من 900 طبيب وجراح وفني من المنطقة إمكانية تعلم وممارسة أساليب جديدة باستخدام معدات متطورة للعلاجات المتخصصة في مجالات طبية متنوعة. تقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي تقبل التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة بنت سعيد آل مكتوم من عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأعضاء السلك القنصلي في إمارة دبي الذين أعربوا عن صادق عزائهم ومواساتهم لآل مكتوم الكرام في فقيدتهم المرحومة الشيخة آل مكتوم، راجين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما وتقبل التعازي إلى جانب سموهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي وأنجال الفقيدة سمو الشيخ حشر والشيخ أحمد والشيخ المر والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في ديوان الحاكم اليوم اطلع على الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الرابعة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس والذي ينطلق يوم غد لمسافة تبلغ 865 كيلومترا ويطوف جميع إمارات الدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفد اللجنة العليا المنظمة للطواف برئاسة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي الدولي. واستمع سموه من الوفد إلى خط سير طواف دبي الدولي للدرجات الهوائية ومراحله المختلفة. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد خلال اللقاء بوفد اللجنة المنظمة للطواف مشيدا بمبادرة وفكرة تنظيم الطواف ليشمل مختلف إمارات الدولة من أجل إبراز النهضة الحضارية والسياحية في دولة الإمارات. وقال سموه إن إمارة عجمان على استعداد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة لإنجاح طواف دبي الذي سيعبر في إمارة عجمان متوجها إلى إمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة وذلك في الأول من فبراير المقبل. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤكد يوميا ريادتها في المجال الإنساني وتميزها في إيجاد البدائل وابتكار الحلول التي تساهم في تخفيف وطأة المعاناة وتعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية.
وأشار سموه في هذا الصدد إلى إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2017 عام الخير، وإلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعقد خلوة الخير، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة من المبادرات الإماراتية وتضع إطارا استراتيجيا دائما لجهود دولة الإمارات الإنسانية والخيرية. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح له، وذلك بمناسبة مرور 34 عاما على تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي، إن دولة الإمارات أرست بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسست نهجا متفردا في التصدي للتداعيات الإنسانية الناجمة عن وطأة الكوارث وشدة الأزمات، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مسيرة العمل الإنساني إقليميا ودوليا. أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بتوجيهات القيادة الرشيدة في المحافظة على تراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد الخليجية والعربية الأصيلة وحرصها الدائم على صون التراث ومنع اندثاره. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحمية المرزوم للصيد بالمنطقة الغربية، والتي اطلع خلالها على مرافقها ومستوى الخدمات المقدمة للزوار من عشاق الصيد والتراث والبيئة، وثمن سموه الجهود المبذولة في مشروع محمية المرزوم للصيد من أجل المحافظة على الأصالة والهوية الثقافية والرياضية لأبناء المنطقة، وكذلك العمل على استدامة البيئة المحلية بما تحويه من حياة برية طبيعية ونقلها للأجيال المقبلة وتعريف الزائرين بتراث الآباء والأجداد. كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فرقة وزارة الداخلية الفائزة في الدورة الرابعة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وذلك ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، والتي حصلت على 6 جوائز في الفئة الرئيسية بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة ووزارات أكثر من 500 موظف، وفي فئات ومجالات الجائزة وهي الجهة الاتحادية المتميزة في مجالات الابتكار والممكنات وتقديم الخدمات وأفضل تحقيق للأجندة الوطنية وأفضل خدمة مشتركة، متضمنا ذلك حصول 2 من منتسبي الوزارة على وسامين، الأول كأفضل مدير مركز خدمة والثاني في المجال الإداري. هذا وشمل التكريم الذي أقيم اليوم في حفل بنادي ضباط الشرطة في العاصمة أبوظبي قادة وزارة الداخلية وفرق معيار الأجندة الوطنية ومعيار المهام الرئيسة وخدمات 7 نجوم والحكومة الذكية واستشراف المستقبل وإدارة الابتكار ورأس المال البشري ومعيار إدارة الموارد والممتلكات والحوكمة وأفضل خدمة حكومية مشتركة والإشراف الفني على الجهة الاتحادية الرائدة والإشراف الفني على أوسمة رئيس مجلس الوزراء والإشراف الفني للمؤشرات والإشراف الفني لاستطلاعات الرأي والإشراف الفني للمقارنات المعيارية وفريق التقييم والفريق الفني لأفضل خدمة حكومية مشتركة وفريق أفضل وسام لأفضل مركز خدمة ووسام أفضل خدمة إدارية، كما تم تكريم الحاصلين على المراكز المتقدمة لوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال التقني والمبتكرين وخدمة المتعاملين، إلى جانب تكريم قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في خدمة الجمهور وقطاع الدفاع المدني، وذلك لدوره في حماية الأرواح والممتلكات. كما كرم سموه فريق اتحاد الشرطة الرياضي الجوجيتسو لحصوله على العديد من الميداليات الذهبية في بطولات عالمية، وحرص سموه خلال الحفل على التقاط صور تذكارية مع الفرق المكرمة ومنتسبي وزارة الداخلية المتميزين. حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حضر حفل افتتاح الدورة 28 للألعاب الجامعية الشتوية التي افتتحها فخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في مدينة ألماتي وسط حضور كبير من المسؤولين والجماهير. وشهد سموه فقرات الحفل التي شملت على العديد من العروض والمشاهد التي جسدت حضارة كازاخستان وتاريخها التراثي القديم. وحضر الافتتاح سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان، وذلك للمشاركة كضيف شرف في افتتاح الدورة 28 للألعاب الجامعية الشتوية التي تقام بمدينة ألماتي. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار معالي أسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء في كازاخستان، وعقد في قاعة كبار الشخصيات في المطار لقاء بين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والنائب الأول لرئيس الوزراء في جمهورية كازاخستان، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة أبوظبي اليوم معالي إنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك على هامش انعقاد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا. في موضوع التعليم، أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية وتماشيا مع أجندة الدولة ورؤيتها لعام 2021 قد ارتأت إجراء تغيير جذري في النظام الحالي المتبع للتربية الرياضية بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دوليا، لافتا إلى أن المنهاج يسمح للطلبة أن يكونوا قيمين على اتخاذ القرار في تعليمهم ونمط حياتهم ما يدفعهم إلى تحسين صحتهم ولياقتهم البدنية. جاء ذلك بعدما طرحت وزارة التربية والتعليم بدءا من الفصل الدراسي الثاني أول منهاج دراسي متخصص في التربية الرياضية باللغة الإنجليزية يستهدف جميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال لغاية صفوف الثاني عشر. ومن أجل التطبيق الناجح لمنهاج التربية الرياضية تم ابتكار روبوت متخصص للحلقة الثانية والثالثة لتسليط الضوء على أهمية الميكانيكا الحيوية وتوفير تعليمات واضحة للطلبة، كما سيتم تزويدهم بمكتب متخصص أو مخصص لهذه المادة التي تم تأليفها وتصميمها من قبل لجنة متخصصة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة إيدوتيك سوليوشنز. التقى معالي الدكتور المهندس عبد الله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بمكتبه بديوان الوزارة في إمارة دبي، معالي بات برين وزير الأعمال والتوظيف والمشاريع الصغيرة الإيرلندي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز فرص التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا، وخاصة في مجال البنية التحتية والإسكان، كما تم إطلاع الوفد على خطط تطوير قطاع البنية التحتية والإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة أكدت أهمية تعزيز العادات والسلوكيات الصحية لدى أطفال المدارس واتباع أنظمة غذائية سليمة لتنشئة جيل واع يتمتع بالصحة والعافية لبناء مجتمع سعيد. جاء ذلك خلال زيارة معالي عهود الرومي ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، ترافقهما رائدة الأعمال الشابة هيلي توماس البالغة من العمر 15 عاما وتعد أصغر رئيس تنفيذي في العالم ومؤسسة منظمة هابي غير الربحية إلى مدرسة جيمس ويلينغتون في إمارة دبي، وذلك في إطار مذكرة تفاهم وقعها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وهيئة الصحة بدبي لتعزيز مبادرات الصحة والسعادة في المدارس. كذلك طلعت معالي الرومي والإقطامي خلال الزيارة التي هدفت لتعزيز الممارسات الصحية بين طلبة المدارس على المبادرات المرتبطة بتعزيز الصحة المدرسية والأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية في مجال تطوير الوعي الصحي وتحقيق السعادة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تبدأ غدا في العاصمة أبوظبي أعمال مؤتمر الفضاء العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. وينعقد المؤتمر الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء وبالتعاون مع ستريم لاين ماركتينج جروب
على مدار يومين، وذلك بهدف تحديد سياسات واستراتيجيات ومصادر تمويل قطاع الفضاء العالمي، إلى جانب تعزيز جهود التعاون الدولي والرامية إلى تنمية هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الكشف عن أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا استكشاف الفضاء. هذا ويضم المؤتمر مجموعة بارزة من المشاركين والمتحدثين على امتداد 10 جلسات حوارية متخصصة وأربع منتديات تتناول علوم الكواكب وما بين الكواكب والاتصالات الفضائية وأمن الفضاء. وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب لعام 2017 في نسخته الخامسة تحت شعار نحو عصر جديد من التعليم المبتكر، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 من فبراير المقبل في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في إمارة عجمان. وفي هذا الصدد أكد سعادة ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في الغرفة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض أن هذا المعرض يشهد حضورا دوليا لافتا من كبرى مؤسسات التعليم العالي من داخل الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية وكذلك الأجنبية، مشيرا إلى أن المعرض يهدف بشكل خاص إلى إيجاد منصة تعليمية تضم مختلف التخصصات تمكن الطلبة وأولياء الأمور من اختيار المناسب منها ومقارنة الأفضل، كما يهدف إلى الترويج للجهات المشاركة وإمكانية عقد الشراكات والاتفاقيات فيما بينها، إلى جانب التعريف بالتقدم الأكاديمي الذي تشهده المؤسسات التعليمية في إمارة عجمان وإتاحة الفرصة لاستقطاب مؤسسات تعليمية رائدة من دولة الإمارات. برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبمشاركة 128 دراجا ينتمون إلى 16 فريقا من مختلف أنحاء العالم، تنطلق يوم غد بإذن الله النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي، وتشهد النسخة الجديدة من الطواف العديد من التحديات والتي من أهمها زيادة مراحله إلى 5 مراحل بدلا عن 4، ورفع المسافة الإجمالية التي سيقطعها الدراجون والتي تصل إلى 865 كيلومترا، فيما يمر الطواف ب6 من إمارات الدولة هي إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكذلك الفجيرة. وتبدأ المراحل 5 للطواف من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يمثل نقطة البداية ومقر القرية الرسمية للطواف، حيث ستكون الانطلاقة في 11 صباحا لتبدأ المرحلة الأولى من السباق بعد تجمع الدراجين، فيما تفتح قرية الطواف أو تفتح قرية الطواف أبوابها منذ 9 صباحا لاستقبال الجمهور من الراغبين في متابعة الفعاليات. إذن مشاهدينا، وفي الشأن الاقتصادي نتابع إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. وإليكم مشاهدين الكرام نظرة سريعة إلى آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد بإذن الله. نهاية نشرة أخبار مساء الإمارات، شكرا لكرم الإصغاء وطيب المتابعة، نترككم في أمان الله ورعايته.